الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الإطناب. الإطناب هو أداء المعنى بأكثر من عبارة، يعني المعنى اللي أنا بذكره ممكن أزود فيه كلمة أو جملة، بس في شرط إن تكون الكلمة أو الجملة اللي بتزود المعنى دي ليها فايدة، لأن لو ملهاش فايدة بيبقى الكلام في الوقت ده ما يتسماش إطناب، لكن يتسمى تطويل او حشو ملوش لازمه. والاطناب عندي بينقسم لعده انواع. النوع الاول هو اطناب عن طريق ذكر الخاص بعد العام عشان انبه على فضل الخاص، يعني اذكر حاجه عامه وبعد كده اخصص شيء معين، زي قوله تعالى تنزل الملائكه والروح فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الملائكه بتتنزل، طبعا ده في ليله القدر، والروح، الروح هنا مقصود بها سيدنا جبريل عليه السلام، مع انه يدخل في عموم الملائكة الا ان ربنا خصه، وده تكريم وتشريف له. النوع الثاني اطناب عن طريق ذكر العام بعد الخاص، طبعا ده عكس النوع اللي قبله، وده لافادة العموم مع الاهتمام بشأن الخاص، كقوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهنا طلب الغفران للمؤمنين بشكل عام، بس بعد ما خص الغفران لنفسه ولوالديه، وبعد كده عمم المسألة للمؤمنين كلهم. النوع الثالث من الإطناب هو إطناب عن طريق الاعتراض. الاعتراض يعني يكون في جملة اعتراضية تدخل في سياق الكلام، وهنا بيذكر المتكلم كلمة أو أكثر بين معنيين متصلين، فقولك وصل ابني والحمد لله سالما. النوع الرابع إطناب عن طريق الاعتراض بالاحتراس. يعني إيه؟ يعني المتكلم يجيب الاحتراس ده في وسط الكلام بتاعه عشان يرفع عنه اللوم اللي ممكن المستمع يفهمه غلط فيه، زي قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فلما يجي حد يسمع فيفهم المؤمن القوي، يفهمها المؤمن القوي مثلا قوة الجسد، فيجد نفسه إن هو ضعيف فيحزن، لأن الرسول قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالرسول عشان يكمل كلامه، سبحان الله، الرسول هو المعلم الأول اللي بيعلمنا إن حتى الإنسان لما يسمع فما ياخدوش الظن ويقعد يتفكر في حاله، فكمل الكلام وقال وفي كل خير. ده طبعا احتراز جميل من الرسول عليه الصلاة والسلام عشان لا يتوهم من سماع الكلام ان المؤمن الضعيف لا خير فيه. النوع الخامس من الاطناب هو اطناب عن طريق التعليل، يعني اعلل الامور عشان اوضحها، كقوله تعالى واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى علل ان الصبر من الامور الواجبة. النوع السادس اطناب عن طريق التفصيل بعد الاجمال، بفصل شيء بعد ما أجملته، فقول الرسول بني الإسلام على خمس، ده كده إجمال، ابتدى الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل إيه هي الخمس أركان اللي أو الخمسة أركان اللي بني الإسلام عليها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. النوع السابع إطناب عن طريق الترادف، يعني إن أنا أجيب كلمتين مترادفتين في الجملة عشان التأكيد، زي ما تقول المصلحة العامة للأمة ليست طريقا مبهما غامضا، يعني أنا كنت ممكن أقول ليست طريقا مبهما، لأن كلمة غامضا يعني هي نفس المعنى بتاع مبهما، لكن أنا هنا جبت كلمة مترادفة تأكد الكلمة اللي قبلها. النوع الثامن إطناب عن طريق التكرار، وده بيجي عشان تأكيد المعنى، زي قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النوع التاسع والأخير من الإطناب هو إطناب عن طريق التذييل. يعني إيه التذييل؟ يعني إن أنا بعد ما يتم المعنى أجيب حاجة تكمله تزود فيه، فقولك تسعى مصر للقضاء على الفساد والعدل أساس الملك. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.